السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حلقه اليوم سنقدم لكم شرح لكيفيه تثبيت نظام الريموكس اوس الجديد على الحاسوب بجانب نظام الويندوز. لنتعرف اولا على هذا النظام. الريموكس اوس هو نظام جديد مفتوح المصدر مبني اساسا على نظام الاندرويد، تم تطويره من طرف شركه جديو. ويتميز هذا النظام بكونه يعمل على اي جهاز محمول او مكتبي بدون اي مشاكل، وبالتالي يمكنك الاستمتاع بجميع تطبيقات الاندرويد على حاسوبك بكل سلاسه، بحيث لن تحتاج الى تغيير اي شيء في جهازك الرئيسي او نظامك. فقط يكفيك ان تتوفر على فلاشه يو اس بي 3.0 مثبت فيها النظام والاقلاع من خلالها، او يمكنك تثبيته بجانب نظام التشغيل الرئيسي لجهازك. ويمكنك تحميل النظام الجديد من الموقع الرئيسي، رابط التحميل ستجده اسفل الفيديو. بعد ذلك توجه الى اسفل الموقع، ثم ضع علامة صح هنا. بعد ذلك يمكنك تحميل النسخة المناسبة لجهازك حسب نوعية البايوس لديك. ثم تضغط على داونلود لتحميل النظام الجديد. أقوم بإلغاء التحميل لأني قمت بتحميل هذه النسخة مسبقا. بعد تحميل الملف ستجده مضغوطا بصيغة الوينزيب، ما عليك سوى فك الضغط عنه. بعد فك الضغط عن الملف ستجد مجلد يحتوي على ملف النظام بصيغة الايزو، وايضا برنامج خاص بحرق النظام على اليو اس بي. وهذه هي واجهة البرنامج ريموكس اوس يو اس بي تول. بعد ذلك تقوم بربط اليو اس بي بحاسوبك، والتي يجب ان تكون من نوع 3.0، بحيث تكون سرعة نقل البيانات فيها اكثر من 20 ميجا بايت بار سكوند. ثم تقوم بفرمتتها وتختار نوع نظام ملفات FAT32، ثم تضغط على كونتيني اوكي. بعد فرمتة الفلاش ميموري توجه الى برنامج ريموكس اوس يو اس بي تول. ثم تقوم بجلب من ملف النظام بصيغة الايزو، ثم تضغط على اوكي لتبدأ عملية حرق النظام على الفلاش ميموري، وتنتظر الى ان تنتهي هذه العملية. بعد ذلك اضغط على كيتي. اذا كنت ترغب بتثبيت النظام على القرص الصلب بجانب النظام الاساسي لجهازك، بحيث تستخدم احد اجزاء القرص الصلب اذا كان فارغا، او تقوم بتقسيم البارتيشن الاساسي من خلال التوجه الى اداه اداره الاقراص جيستيون دي ديسك. اذا بعد الدخول لهذه الواجهه اختار القرص الاساسي، وبالزر الايمن للماوس تختار ريدوير لو فوليم، وتعطي حجم معين للبارتيشن الجديد اكثر من 20 جيجا بايت. من بعد اختيار البارتيشن الجديد اختر حرف مناسب له، مثلا ساختار حرف الجيم. بعد ذلك تقوم بفرمتته بحيث تختار نوع نظام الملفات FAT32، وساعطيه اسم ريموكس. وبهذه الطريقة تم انشاء بارتيشن جديد.
بعد ذلك تقوم بنسخ الملفات التي تم إنشاؤها في الفلاش ميموري وتقوم بلصقها في البارتيشن الجديد. وتقوم بنسخ ملف نظام الريميكس بصيغة الإيزو وتلصقه أيضا في البارتيشن الجديد. وكخطوة أخيرة تقوم بتحميل برنامج إيزي بي سي دي وتثبيته على جهازك ثم تقوم بتشغيله. بعد ذلك تضغط على Add New Entry ثم تضغط على التبويب ISO وتعطي اسما للنظام الذي صدر لك بجانب الويندوز عند تشغيل الحاسوب. بعد ذلك تقوم بجلب ملف النظام الريميكس بصيغة ISO ثم تضغط على Add Entry ثم تنتظر قليلا إلى أن تتم هذه العملية. وفي الأخير تقوم بإعادة تشغيل حاسوبك وأزل الفلاش ميموري ثم تتبع الخطوات التالية. بعد تشغيل الجهاز تأكد من أنه سيتم الإقلاع من القرص الصلب ثم انتظر قليلا إلى أن تظهر لك هذه الواجهة. بحيث يمكنك الاختيار بين تشغيل ويندوز أو تشغيل نظام الريميكس الجديد. الآن اختار تشغيل نظام الريميكس وستظهر لك هذه النافذة. من خلالها يمكنك تشغيل النظام بشكل عادي بحيث سيتم حفظ أي شيء قمت بعمله. أما إذا اخترت Guest Mode فلن يتم حفظ أي شيء قمت بعمله. نختار Guest Mode وننتظر قليلا إلى أن يتم تشغيل نظام الريميكس OS. وللإشارة فهذا النظام مبني أساسا على الأندرويد إصدار Lollipop. بعد ذلك تختار لغة النظام المناسبة لك ثم تضغط على Next وتضغط على Skip لتخطى البحث عن إشارات الويفي. ثم تضغط على Start ليظهر لك سطح مكتب الخاص بالنظام. كما ترى فواجهة النظام شبيهة بالويندوز بحيث يمكنك التعامل معها بكل سهولة من خلال الأدوات التي يمكنك استخدامها. إذا نظام ريميكس OS الجديد تم تصميمه خصيصا ليكون منافسا قويا للويندوز والماك ويتوفر على تصميم مناسب وشبيه بالويندوز كتوفر على قائمة Start وشريط المهام ولكن بنكهة مختلفة. المميز في هذا النظام أنه مجاني سريع وخفيف سهل التعامل بواجهة جذابة ورائعة. تطبيقات متوفرة بالآلاف لاعتماد على متجر جوجل بلاي. يدعم برامج المكتب مايكروسوفت أوفيس بالإضافة إلى تحديثات متجددة. إلى هنا نكون قد انتهينا ونتمنى أن تنال حلقة اليوم إعجابكم ولا تنسوا دعمنا من خلال الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك أو الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب.